المقصود بالمشعر الحرام. عن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام يعني مزدلفة كلها. وعن الزهري عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال قتادة والربيع بن أنس أنه بين الجبلين اللذين بمزدلفة، والمشعر هو المعلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحج وفروضه التي أمر الله تعالى بها عباده. وقال ابن جرير الطبري: المشعر هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى محصر، وليس مأزم عرفة من المشعر، والمأزم كل طريق ضيق بين جبلين، ومأزم عرفة مضيق بين جمع، يعني بين المزدلفة وعرفة. وعن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: هو الجبل وما حوله. وعن سعيد بن جبير: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: ما بين جبلي المزدلفة هو المشعر الحرام. وعن السدي قال: المشعر الحرام هو ما بين جبال المزدلفة، ويقال له قرن قزح. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.